recibe. Venime a él. Come a Pisco. Falina sabe se me disse de mi valle. Siedas a mi incognita gabe. Sabe Falina. العظيمة
ما نراه أين يتجاوز هذه القارة يتجول في مناطق أخرى ربما كانت بعيدة عن الفهم وعن التصور والإدراك، ولكنه بثاقب فكره وببصيرته وببصره لاحظ أن هناك نقطة لا بد من تسليط الضوء عليها. إذن أمامنا نموذج عظيم، نموذج يقدم دروسا في البناء وفي التقدم. نحن أولى بأن نقتبس هذا البرنامج وهذا المنهاج وهذه الطريقة بالاجتهاد. لذلك هذا النوع من التكافل والتكامل هنا في هذه الجهة نملاً حول هذه النقطة، حول الفكر وبناء الفكر، لأن كل شيء يحتاج إلى الفكر ويحتاج إلى العلم. إذن تعبئة وموضوعا ومكانا أيضا مع هذا الصرح العلمي الشامل في هذه الجامعة الفتية القوية النشيطة الواعدة أيضا مع المجلس العلمي المحلي. إذن هنا يجتمع العلم والبحث العلمي وتجتمع الإرادات ومع الولاية ورجل الولاية في مقدمة الصفوف. فتحية ملؤها التقدير والإكبار والاعتذار لهذا النوع من العمل المثمر الذي يصح أن يكون قدوة ومثلا للآخرين. نحن نشتاق فعلا إلى زيارة والمشاركة والحضور في مثل هذه الأنشطة، خصوصا عندما يتصدرها العقلاء والعلماء وحكماء الأمة. ويسعدنا أن نكون من الفائزين بالحضور للاستفادة وللتعرف على أوجه النشاط التي تجري في بلدنا. أشاهد في هذه القاعة المليئة بالفضلاء والفضليات، أشاهد شباب وأشاهد فتيات ممن يشتغلون بالعلم ويشتغلون بالفكر بهمة متوثبة قادرة إن شاء الله على أن تصنع وتحول وتغير نحو الأحسن. وحضرني ما قاله أحد الأدباء وهو يخاطب شباب الأمة ويحيي هذا الشباب ويخاطب فتيات الأمة ويحيي فتيان وفتيات الأمة: حي الشبيبة قوة لا تقهر وطليعة تبني الحياة وتعمر، العلم رائد سحبها وطموحها لغد تشيده كما تتصور. هذه تحية لشباب الأمة وأمل الأمة في غدها. اليوم يصنع غدو الأمة ويصنع مستقبلها، وهذه الصروع هي مصانع الرجال الذين يصنعون الحياة ويصنعون الحضارة. حي الشبيبة، إذن حي الشبيبة قوة لا تقهر وطليعة تبني الحياة وتعمر، العلم رائد زحفها وطموحها لغد تشيده
عيشتو حبها في العلم تبني وتبني ما الحياة وتشعر. إذا هذه تحية لشبيبة الأمة ولفتيات الأمة، ومن خلال هذه التحية نقول لهذه الشبيبة بأن ربنا والأمة تنتظر من شبيبتها فتيانا وفتيات أن يصممنا ويعقدنا ويعقدون العزم على أن يكونوا حراسا لهذا الوطن ثابتا عنه. سيدي الوالي صاحب الفضيلة العلماء سلم الحضور، عنوان هذه الندوة، عنوان هذا اللقاء هو العلم والتربية والتكوين. ولا أظن أن أحدا من المسلمين أو غير المسلمين يجهل القيمة الكبيرة التي أعطاها ديننا العليم وخص بها العلم والتربية والتكوين، وأحاط العلم وخدام العلم علماء ومتعلمين خصهم بالتكريم اللائق العظيم. قصة ذلك وحديث هذا التكريم وحديث هذا التبجيل للعلم وللعلماء وللمتعلم قصته في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث علمائنا ودروس علمائنا ومؤلفات علمائنا. ويكفي أن أول كلمة نطق بها الوحي، أول كلمة نطق بها الوحي النازل على خاتم الأنبياء تتعلق بالعلم وتتحدث عن القلم. وعندما يتحدث القرآن عن القلم فإنما يتحدث عن الفكر ويتحدث عن العقل، لأن القلم هو آلة، ولكن هذه الآلة التي يحركها وينشطها ويعطيها القوة والسلطة هو الفكر. فالحديث عن القلم بدأ بأول كلمة في القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بل هناك سورة خاصة بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. القلم الذي تحدث عنه القرآن منذ أكثر من 1500 عام، هو الذي ملأ خزائن الأرض بالمؤلفات وبالعلوم وبالمصنفات وبالفكر. القلم هو الذي حرك فكرة، هو الذي حرك العقل لينتج ليبدع. القلم إذن أيها السادة، القلم سلطة، سلطة قوية أقوى من السيف. القلم أقوى من السيف، بل السيف هو خادم للقلم، السيف خادم للقلم. يقول أحد الذين ميزوا بين سلطة القلم وسلطة السيف، يقول: ولضربة من كاتب ببنانه، ولضربة
الناس من بطنانه أقوى وأقطر من رقيق الحسام ولضربة من كاسر ببنانه أقوى وأقطر من رقيق الحسام قوم إذا اعتزموا عداوة حازم سبقوا الدماء بأسنة الأقلام والقلم للقلم حديث طويل في تاريخنا العلمي لتعرفوا لماذا بدأ القرآن الكريم بالقلم الذي ينتج العلم القلم يعني الفكر كما قلت هو الفكر وهو العقل هذا هو القلم لماذا بدأ الوحي بالقلم ليشير إلى أن هذا الدين الجديد الذي ختم الله به رسالاته وختم بنبيه ورسوله أنبياءه ورسله أن هذا الدين هو دين العلم دين العلم بامتياز لذلك بدأ بالقلم يشير إلى أن القلم له سيكون له دور كبير في هذا الدين لم ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني أسس الأمة خير أمة لم ينسى عليه الصلاة والسلام هذه أمانة التي أشار إليها الوحي في بداية نزول الوحي عندما أعلن عليه الصلاة والسلام الحرب على الأمية أعلن الحرب على الأمية وأوجب على المسلمين أن يتعلموا نساء ورجالا طلب العلم فريضة على كل مسلم وطلب العلم في أي مكان ينبغي أن يسعى إليه ويرحل من أجل تحصيله المسلمون أينما كان العلم النافع على المسلمين أن يتحركوا ليأخذوا هذا العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقامت حركة نشيطة عندما انتقل الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فذهب إليها حين أعلن وقال مخاطبا جماهير الصحابة رضوان الله عليهم ما بال أقوام لا يعلمون ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يبتعدون والله لا يعلمن قوم جيرانهم ولا يتعلمن قوم من جيرانهم أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا جماهير المسلمين ويدعوهم إلى المبادرة إلى التعليم والتعلم العلماء عليهم أن يعلموا والأميين عليهم أن يتعلموا وكان ما كان في هذه القصة اللطيفة التي انطلقت بها عملية محو الأمية بصفة إجبارية محو الأمية إجباري على الأمة هذا هو القلم الذي يتحدث عنه
القرآن الكريم في بداية الوحي. ولذلك أنا تمر وأنت تقرأ أي كتاب أو أي محاضرة أو أي خطاب إلا وتجده أن أساسه قائم على العلم وعلى الفكر، وأن مؤلفه يدعو الناس إلى العلم وإلى الفكر. يمكنكم أن تقرأوا مثلا أي كتاب خاص بالعلم وفضل العلم ككتاب الحافظ بن عبد البر مثلا في العلم وأهل العلم وفضل العلم لتعرفوا قيمة العلم وما أعد الله لأهل العلم وللعالم والمتعلم وكل ما له صلة بالعلم. ونحن اليوم في عرس العلم وعرس التربية في هذا الساحل العلم المجيد، ومعنا أهل العلم ومعنا أهل الفكر وأهل القلم الذين يستثمرون في العلم وفي الفكر. ونحن في هذا المقام أذكر بتوصية أو بوصية لأحد العلماء المؤرخين الأدباء الذين نحفظ أدبهم ونحفظ قصائدهم، وهي قصيدة لامية لابن الوردي، ابن الوردي، ويتحدث ويوصي الناس بأن يتعلموا ويوصي ولده، ولكن خطابه موجه إلينا وموجه إلى كل الأجيال وإلى كل الناس: اطلب العلم ولا تعجز، فما أبعد فضل أهل لا تكثر، فما أبعد الفضل على أهل الكسل. وتميم الفقه في الدين، يعني أعطي الفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوان. لا تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على درب وصعد، ويتكلم عن العلوم بأجمعها وعن العلوم بأجمعها بما في ذلك الأدب والشعر، وقرض الشعر شريطة ألا يتخذ وسيلة للتكسب والاتساق، فإن الشعر نظيف وجميل وله قيمة وله رسالة، شريطة ألا يستعمل في الاتساق، ألا يكون الشاعر مرتزقا. هذا ابن الوردي من علماء المشرق، من أدباء المشرق. ولكن هنا أيضا في غربنا الإسلامي وفي مغربنا، ولعله من أقرب الناس إلينا، فهو السلاوي الأصلي، وهو ابن الونان. ابن الونان في قصيدة له رائعة عنوانها الشامقمقية، لأن قافيتها قافية، القافية ديالها قافية القاف. أولها يقول: مهلا على رسلك هذه الأينق، ولا تكلفها بما لم تطق، فطالما كلفتها وسقتها سمق فتان من حالها لم يشفق، ليتخلص إلى العلم. ويتكلم على كما تكلم صاحبنا في قصيدته السابقة، يتحدث عن العلم وعن الفقه ويقول: وتب بالفقه وكن في الفقه كالليث أو كأشهاب والعتق، كالليث فقير معروف أو أشهاب هو فقيه من فقهاء المالكية المعروفين، والعتق هو ابن القاسم المعروف في
يتكلم أيضا عن الشعري وعن الأدب، ويشير إلى أن الأدب والشعر شيء جميل أيضا شريطة ألا يدنسه الشاعر والأديب بالارتزاق أيضا. ما أحسن الشعر إذا لم يكن للشعر فيه من قد مضى فضل على الكعبة لم يعلق، ولم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. العلماء والفضلاء والأدباء يعرفون ماذا يعني هذا الشعر، ولم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق، ويشير إلى حديث ابن الأزرق أو أحاديث ابن الأزرق أو أسئلة ابن الأزرق لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. ثم يقول: الشعر هو هو كتابة، وما فضلهما، يعني الشعر والكتابة، وما فضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهم النبي، نبي وإنما نزه عنهم النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق. ثم يقول ويشير إلى أن الشعر أيضا له قوة أخرى، وهو إكسير وتدبير لمن رمى اصطياد ورق بورق. الورق والفضة والورق مع الورق والورق. ثم يقول، وهذا كريم يتكلم على نفسه: وإن أردت أن تكون شاعرا فحنا فكن مثل آل الشبر نقي، إن أردت أن تكون شاعرا فحلا فكن مثل آل الشبر نقي، ما خلت في العصر له من مثلي سوى أبي في مغربي ومشرقي. إذا العلم كان حاضرا في كل أنديتنا وفي كل مؤلفاتنا وفي كل مجالسنا وفي كل مدارسنا وفي كل بيوتاتنا. هذا هو القلم الذي حرك هذه الموارد وحرك هذه القيم. فالعلم إذن قيمة كبيرة، العلم قيمة كبيرة. ابن سينا الشيخ الرئيس الطبيب المعروف الفيلسوف يقول: هذه النفس، هذه النفس بالعلوم لترقى، هذه النفس بالعلوم لترقى، لترى الكل فهي للكل بيته. إنما النفس كالزجاجة، والعلم سراج، وحكمة الله زيت، فهي إن أشرقت فإنك حي، وهي إن أظلمت فإنك ميت. ابن سينا.